الأساليب التربوية اللي هي تطبق على نزيلات دور التربية أو دور الأيتام. المشرفات على التدريب مهم أننا نعرف هل هم مؤهلات أو لا، جنسياتهم، ثقافتهم، مرجعيتهم، هل هم مثلا هل هم أمهات، هل هم مثلا خريجات جامعيات توهم متخرجات، هل هم عندهم خلفية، عندهم وعي بقيم وعادات وثقافة المجتمع، لأنه هذه أساليب تربوية مهمة عند تقديم البرامج أو عند الرعاية، تقديم الرعاية والعناية بالأطفال اللي موجودين بدور الأيتام. طبعا حسب ما أنا اللي أسمع وحسب خلفيتي أنه في جزئية منهم غير مؤهلات، في جزئية منهم غير سعوديات، وللأسف مؤخرا يعني أصبح أنه الوزارة وللأسف أنها تسترخص بصراحة أنها تجيب ناس يعني على كفاءة عالية، فاللي حاصل أنهم بيجيبوا جنسيات متنوعة، لنفرض مثلا كالفلبين، يعني يا هل ترى هل تستطيع أنه هذه تربي لي جيل قادم ولفئة الأيتام هذول؟ أنا ما يعني أشك في ذلك، وبنفس الوقت نطرح السؤال هذا للأخوان في الوزارة، هل هذا صحيح أو غير صحيح؟ ومفروض أنه يكون في طرق جديدة، مثلا إن شاء الله إحنا في عندنا مثلا المتقاعدات ممكن إحنا نستفيد منهم في تربية الفئات هذه، إن شاء الله نعطي زي برامج تطوعية بحيث إنهم يجوا لمدة مثلا 4 ساعات، مجموعة منهم ترعى أو تهتم في 3 أو 4 أطفال مثلا، ويقدموا لهم خبراتهم، بالذات الخوات التربويات المتقاعدات ممكن إحنا نساهم في الاستفادة من خبراتهم.